اتفاقية شراكة مباشرة ودون أي غطاء دولي بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي تم التوقيع عليها للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين حرصاً منهما للحفاظ على التنسيق الدائم. ارتأينا من الضروري أن نجسد حقيقة يعني مبدأ أساسي في إطار التعاون الثنائي، فقررنا باش تكون إمضاء اتفاقية شراكة تعاون وتشاور بين الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الليبي من خلال الفضاء الإنساني وعمل إنساني بحت بعيد عن كل موقف سياسي أو حزبي. الاتفاقية الثنائية التي بادرت بها الجزائر تضمنت إنشاء شبكة جمعيات الهلال الأحمر الليبي بشمال إفريقيا وكذا إعداد ورشات حول تأثير الأزمات على الوضع الإنساني. تعزيز القدرات بين الجمعيتين عن طريق التكوين وتبادل الخبرات في شتى المجالات، التنسيق وتبادل الخبرات في مجال الهجرة الغير نظامية وإعادة الروابط العائلية، التنسيق والتعاون في مجال التوعية بقانون الدولي الإنساني، تبادل الزيارات بين الجمعيتين وعقد اللقاءات التشاورية والعمل على توحيد المواقف والتنسيق في المجالات الإنسانية. وعقب اللقاء انطلقت ثاني شحنة من المساعدات الإنسانية بحجم 70 طناً باتجاه مناطق الجنوب الليبي.